مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده ضيفنا هو الدكتور احمد عبد الحافظ رئيس هيئه الاوقاف المصريه. الاوقاف المصريه دي تعود الى عهود كثيره، يعني بعيده الى القرن يمكن السابع والثامن عشر. حاجات كثيره جدا في مصر، منها جامعه القاهره بنيت باوقاف لاعيان ولامراء و يعني ميسورين كانوا يهبوا هذه الأوقاف وعائد هذه الأوقاف لبناء مشروعات خيرية. هنتكلم على وضع الأوقاف، خاصة أن الرئيس السيسي اجتمع برئيس هيئة الأوقاف منذ فترة وطلب حصر مرتين، وطلب حصر ممتلكات الأوقاف داخل وخارج مصر. مصر لها أوقاف أيضا في الخارج، في اليونان وفي دول أخرى كثيرة. احنا عايزين نعرف حجم هذه الأوقاف. هناك أيضا يعني كلام كتير عن فساد طال هذه الهيئة لسنوات طويلة. ماذا يحدث وما هو حجم هذه الأوقاف وإيه دورها وإيه الفرق بين هيئة الأوقاف وبين وزارة الأوقاف؟ كل ده هنحاول نسمعه من السيد رئيس هيئة الأوقاف بعد فقرة قصيرة جدا من الأخبار. بعد الحوار عندنا الفقرة اللي كنا يعني أجلناها بالأمس نتيجة يعني احتدام المناقشة حول حزب الوفد مع حفل مجموعة القلعة لتوزيع جوائز المنحة الدراسية السنوية لها، وده هيكون في نهاية هذه الحلقة. أولا لازم أعلق على حلقة امبارح، ردود أفعال واسعة جدا من داخل الوفد ومن خارج الوفد. والحقيقة أن أنا بعيدا عن كل بقى اللي اتقال أن فلان ده اتضايق وفلان ده هيرفع قضية، يعني بعيدا عن كل هذا الجدل، أنا وقفت قدام شيء مزعج جدا أزعجني الحقيقة بعد ما خرجت من الحلقة، هو حال الوفد. أنا بتكلم هنا عن أهم حزب في مصر، عن الحزب الأهم في مصر طول السنوات الماضية، الحزب الأقدم، الحزب الأكبر. أنا ماليش دعوة بالحزب الوطني لأنه جاء واتعمل واتحل وطلع أنه كل يعني كل عضوياته ورقية وهشة كما قال القياديين اللي فيه. الحقيقة أنه المزعج في حلقة الأمس لم يكن الخلاف، لم يكن تصاعد احتدام الخلاف والصوت العالي، المزعج كان تردي أوضاع حزب الوفد، المزعج كان أن هذا هو الوضع الذي وصل إليه أهم حزب في مصر. بنتكلم إزاي عن حياة سياسية إذا كان أهم حزب في مصر مش قادر يقف على رجليه والناس جواه بتتخانق على سلطة؟ بنتكلم ازاي على احنا بنطالب الدولة بحياة سياسية؟ يعني علينا اولا ان نطالب الاحزاب بحياة سياسية، والحقيقة انه ده مش حال حزب الوفد بس. احنا لو بصينا على كل الاحزاب هنلاقي ان معظم احزاب المعارضة عندها نفس المشكلات. يعني عندنا كان حصل مشكلة في المصريين الأحرار، الدستور واخد يعني عنده كان برضو في مشكلة والرئاسته بالتزكية، الوفد بيحصل فيه ده. احنا عايزين حياة سياسية ازاي اذا كنا حتى احزاب المعارضة، وانا معرفش الوفد بقى دلوقتي ما بقاش معارضة، ولكن حتى الاحزاب السياسية عموما بتتخانق مع بعضها بهذا الشكل. اولا نتمنى انه شيوخ الوفد بقى يرجعوا يعني يمدوا ايديهم لانقاذ الوفد، وانا بتكلم هنا على محمود أباظة، بتكلم على عمرو موسى، بتكلم على المستشار مصطفى الطويل، بتكلم على منير فخري عبد النور، بتكلم على احمد عوده، بتكلم على اقطاب الوفد الحقيقيين. ارجوكم ما تقعدوش وتتفرجوا على التلفزيون وتقولوا يا حرام الوفد. ارجوكم مدوا ايديكم انقذوا حزب الوفد. حزب الوفد ليس فقط لابنائه، حزب الوفد ده لمصر. لما الدكتور سيد بدوي امبارح في وسط الخلاف، وانا الحقيقه لا يعني ما فيش خلاف شخصي بيني وبينه، ولكن هو خلاف سياسي وانا دوري ان انا اسال اسئله، لما قال لي وانت مالك؟ لا، ده دوري هنا كصحفيه اولا وكمصريه ثانيا. حزب الوفد ده ملك للمصريين وليس فقط ملك للوفديين. فأرجو من شيوخ الوفد، وأنا الشيوخ دول طبعا الحقيقة بالمقام وليس بالسن، أرجو من كبار الوفد أن هم يمدوا أيديهم إنقاذا للوفد، كما أرجو من الدكتور سيد بدوي أن يتقدم بمبادرة مبادرة حسن نية بأن يعيد المفصولين من الوفد.
دكتور سيد بدوي في أزمة سابقة فصل مجموعة مهمة جدا من كوادر حزب الوفد في من سنوات سابقة. هذه الكوادر يحتاجها الوفد دلوقتي، هذه الكوادر يحتاج الوفد إنها تقف وتبقى موجودة وتساعد في إعادة بنائه. لكن المشهد اللي أنا شفته امبارح بين الوفديين هو مشهد أنا منزعجة جدا منه كمصرية وكصحفية تابعت أخبار الوفد على سنين طويلة. كيف نطالب بحياة سياسية إن كان هذا هو الوضع؟ لازم كمان أقول إن أنا بحترم كل الأشخاص اللي دخلوا امبارح في هذه الحلقة، لم يذكر اسم أحد إلا وكان له حق الرد. دكتور سيد بدوي، الدكتور عبد السند يمامة، حتى المرشح موسى مصطفى موسى حملته دخلت. فالحقيقة أنه يعني إحنا بنحترم الجميع، بنكن كل الاحترام والتقدير للجميع. هذا خلاف سياسي، دوري أن أنا أسأل كل الأسئلة حتى ولو كانت أسئلة حادة، وحتى لو اعتبر أنها البعض أنها أسئلة صعبة أو يعني مش بيحبوا يتسألوا بالشكل ده، لكن احنا نسينا الصحافة بتبقى عاملة ازاي. اما بالنسبة للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، فيعني اكيد هو عارف مدى احترامي له وتقديري له، وانه يعني ما ورد في الحلقة امبارح كان خارج عن سياق الحلقة، وما كانش، ما اعتقدش انه كان مقصود لا من الاستاذ الهضيبي ولا مني، ولكن احنا بنكن له كل الاحترام وربنا يوفقه في العمل اللي هو هيقوم به. طيب خلونا ننتقل بقى من طبعا ردود الافعال. انا مش قادره اقول لكم لو فتحت الحلقه النهارده لردود الافعال ممكن نقعد فيها كلها، ولكن انا سانتقل لقضيه اخرى، ومش هنسيب حزب الوفد الاسبوع الجاي، هنحاول تاني ان نعقد هذه المناظره بين الدكتور سيد بدوي وبين المستشار بهاء ابو شقه، ونشوف هل الناس هترضى تقعد قدام بعض ولا مش هترضى. خلونا نبدا بالاخبار. وامبارح كان في زياره الرئيس السيسي لقياده العمليات في سيناء، في قيادة العمليات في شرق القناة في سيناء، والحقيقة انه قال كلام مهم جدا يمكن ما لحقناش ان احنا نزيعه امبارح، لانه يعني ورد لنا من التلفزيون المصري متأخر. هنزيعه لكم دلوقتي لانه في كلام صحيح زملائنا سواء الأستاذ عماد دين أديب أو الأستاذ عماد حسين اتكلموا عما قاله الرئيس السيسي في هذا الاجتماع، وما قاله أيضا رئيس الأركان وقادة الجيوش. ولكن أنا قبل ما نتكلم في هذا الموضوع هعلق على خبر شفته على قناة الجزيرة منذ دقائق قليلة قبل ما ادخل الهواء. القناة بتقول انها حصلت على صور وفيديوهات حصرية للجزيرة فيها قصف المدفعية المصرية والطائرات المصرية لمواقع في سيناء وتجريف الأرض وتجريف أشجار الزيتون تقريبا، يعني ده ملخص الكلام اللي اتقال. والحقيقه يعني انا مش عارفه هم فاكرين ان احنا بنلعب بنعمل معركه بلاي ستيشن مثلا ولا معركه ايه؟ دي مش معركه بلاي ستيشن، دي معركه حقيقيه وحرب حقيقيه بتستخدم فيها كل الاسلحه، ولكن لا تستخدم لا المدفعيه ولا القصف الجوي في المناطق السكنيه. ده معلومه واضحه صادقه دقيقه تأكدنا منها، والرئيس نفسه قالها، ورئيس الأركان هتسمعوه بيقولها، وقالها المتحدث العسكري في بيانه الأول وبيانه الثاني. لا تستخدم المدفعية والقصف المدفعي وقصف الطائرات في لضرب الأهداف السكنية أو التجمعات السكنية، كل ده بيبقى خارج التجمعات السكنية. ولو أراد الجيش المصري أنه يدك سينا كلها، وانا بقول الكلام واضح، يدك سينا كلها في 3 ساعات، وده اتقال امبارح الكلام ده، يخلص الموضوع في 3 ساعات كان خلص. 3 ساعات تدك مدفعية وطيران ونخلص. لكن لان هناك مراعاة لفكرة التجمعات السكنية، ولان هناك مراعاة لروح كل بني ادم، ولانه ما يحدثش ولا خطأ واحد، فالموضوع بيطول. وامبارح رئيس الاركان طلب ان احنا انه مهلة أطول ومد الأجل علشان نقدر إن احنا ننفذ الأهداف دون إصابات للمناطق السكنية. أما عن التجريف فده حقيقي، وأنا هقول معلومة مش معلومة الحقيقة، احنا
بنشتغل، القوات المسلحه بتشتغل في المناطق العازله، في المنطقه العازله اللي خرجنا منها الناس لو تذكروا، ودفعنا فيها تعويضات حوالي 900 مليون جنيه تقريبا الى، ودي الارقام اللي عندنا. وبنشتغل بتجريف هذه المنطقه بيت بيت ومزرعه مزرعه، لانه كتير تحت هذه المزارع في انفاق. فأيوة بيتم تجريف هذه المنطقة العازلة، المنطقة العازلة اللي احنا قلنا انها دي منطقة عازلة 2 كيلو من خط الحدود الشرقية، بنجرفها وبنمشي من بيت بيت ومزرعة مزرعة، تم تعويض الناس ونقلهم قبل هذا التجريف. فهذه ليست معلومة جديدة، هذه معلومة معروفة على الأشهاد، ويعني خبر معروف. احنا بندور على الانفاق، وبندور على البنكرز اللي تحت الارض، وبندور على مخابئ الجماعات الارهابية، وبنمسح سينا شبر شبر، ما بندخلش. احنا لما بندخل، ما بيدخلوا بقى المناطق السكنية بيعملوا ايه؟ بيفتشوا، بيشوفوا الاوراق، بيشوفوا البطايق، ولكن تفتيش يعني تفتيش ذاتي، ما بنخشش بسلاح، ما بنخشش بمدفعية. الضرب والقصف والمدفعية والطيران في المناطق غير السكنية. فأرجو ان احنا، واحنا يعني انا بحب اعلق على كل حاجة ليه؟ لانه ساعات دماغنا بتلف، يعني ساعات نبص على حاجات كده فيبقى الكلام اللي احنا، خلي بالكم ده الكلام ده اتقال امتى؟ بعد لقاء الرئيس امبارح. يعني الرئيس امبارح طلع برسالة قوة ورسالة يعني اطمئنان وطمأنة للمصريين ان العملية تسير بشكل جيد. فهم على طول يطلعوا يعملوا ايه؟ على طول تاني يوم يطلع لك صور حصرية، والحقيقة ان الصور دي ما فيهاش اي حاجة. بقول الكلام ده للمصريين كي لا يتلاعب احد بعقولهم. خلونا نفكر ونستخدم عقولنا ونسأل. وانا الحقيقة ما بشوفش خبر دلوقتي الا لما بكلم حد اسأله واقول له ما حقيقة هذا الخبر. لو في حاجة هنقول، لو في مشكلة هنقول، لو في ضحايا هنقول، لكن القصف الجوي والمدفعي هو قصف خارج المناطق السكنية. لو أراد الجيش لدكها مرة واحدة، لكنه جيش عنده عقيدة وبيحترم نفسه وبيحترم شعبه وبيحترم ناسه. نسمع جزء من ما قاله الرئيس بالأمس. احنا المصريين نغضب ونخاف ونفزع في حماية اللي احنا بنعمله، ولا يبقى اي حد عايز يتكلم في اي حاجة ويعبث بالكلام ده؟ لا طبعا، ومش انا اللي حافظ عليه، ولا الجيش اللي يحافظ عليه، ولا الشرطة اللي تحافظ عليه، ده المصريين اللي يحافظوا عليه. انتم يا مصريين اللي تحافظوا على بلدكم. واحنا لما بنقول لكم خلي بالكم وشوفوا اللي جنب منكم، ما نقصدش بيها ان احنا يعني نزايد على الحب لمصر، لا، لكن عشان نقول دي بلد بتنهض، دي بلد بتقوم، دي بلد بتكتب بكل تواضع، انا بقولها بتكتب، بتعيد كتابة الاسم تاني في عصرها. بس هو مش ممكن هنقدر نستكمل ده غير بتعاون كل المصريين، واللي على رأسهم الناس اللي في سينا. انتم ما تسمحوش لحد ان هما، اصل خلي بالكم، ما المعركة دي بفضل الله سبحانه وتعالى يا هنهزمهم يا هنهزمهم. امال ايه؟ امال لازم تكون عارفين كده، احنا يا نهزمهم يا نموت، مش هيحصل غير كده. يتشالوا من وش، من فوق وش الارض، كل قوه وكل عنف يا محمد. امال ايه؟ ولا في اللي يسلم نفسه خلاص يتحاكم طبقا للقانون، لكن اللي يرفع السلاح ده امر ما، لا لا لا، احنا ما بنخافش. يا هنهزمهم يا هنهزمهم، اللي يسلم نفسه يحاكم بالقانون، اما من يرفع السلاح فمصيره معروف.
دي رسالة واضحة جدا للداخل، للخارج، للمصريين، للقوات المسلحة، للإرهابيين، وأيضا لأهل سيناء. احنا معاكم، دوركم مهم جدا. وعشان كده الحقيقة انه الجلسة دي كان فيها عدد من الوزراء. انا عارفة انه كتير من أهل سيناء عندهم مشكلات في الأكل والشرب والصحة، فنتمنى من الوزراء ان هم يساعدوا بقى الجيش في ان الحاجة توصل، لانه كمان برضو ترويج، يعني الحقيقة انه في مشكلات في وفرة الغذاء، فنتمنى ان كل السلع تبقى متوفرة. نتمنى انه يعني يبقى في دعم اكتر، وانا عارفة القوات المسلحة طبعا بتدخل شحنات كتيرة، لكن احنا محتاجين دعم اكتر للمصريين وللمدنيين الموجودين على الارض، لان هم دول ذخيرتنا. ايضا الرئيس امبارح اتكلم على انتوا يعني كلام الغريب اللي بيتقال عن صفقة القرن، وان احنا مستعدين نسلم الارض، وان احنا هنبيعها وهنقايضها. على فكرة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، يعني غير كلام الرئيس، يعني قائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة في مؤتمر منذ بتالي امبارح أو أول امبارح، قال مين اللي اتكلم على أن المصريين مستعدين يبادلوا الأرض بين مصر وفلسطين؟ هذا كلام لم يتم تداوله، لم يتم الحديث عنه على الإطلاق. ده الأمريكان بقى بيقولوا، يعني إحنا ما بنصدقش نفسنا، ما بنصدقش روحنا، ما بنصدقش أي حد، خلاص هنصدق الأمريكان مثلا. يعني أهم نفس الأمريكان بيقولوا ما فيش حاجة في موضوع صفقة القرن، هم مسمينا صفقة القرن، لكن احنا لسه ما شفنا لهاش أي ملامح. نيكي هيلي ما قالت لناش أي ملامح الحقيقة عن صفقة القرن اللي بتتكلم عنها. لكن الأكيد إن احنا مش بنبادل الأرض، الأكيد إن احنا مش بنتخلى عن شبر من الأرض، لا الجيش ولا الشعب ولا أي حد ممكن يتخلى عن شبر من هذه الأرض. الرئيس اهتم بقضية التنمية، وقال ان التنمية سينا اللي بنصرف فيها اكتر من 200 مليار جنيه اكيد مش هنروح نديها لهم بقى على طبق من ذهب، يعني مش هنديها لاي حد يعني. واصر انه هذه التنمية تكون على 4 سنوات خلال يعني رئاسته التانية، لو يعني عندما او يعني لو فاز في الانتخابات. نشوف. لا النهاردة احنا بنتكلف شغالين في مشروعات ب 175 مليار عشان ما حدش يتصور ان ممكن الدولة دي نكون احنا هتفرط في حاجة، يعني ما يكونش حد فاكر ان مصر ممكن تفرط في سيناء. واذا كان النهاردة احنا بنتكلم على 175 مليار ويمكن النهاردة اللي هيتعرض اللي عرضه الدكتور مصطفى يمكن يعدي ال 100 مليار ولا اكتر، يعني احنا بنتكلم في 275 مليار جنيه منين يعني؟ وهندفعهم عشان نديهم لحد تاني ولا ايه؟ انا بقول الكلام ده ليكوا عشان محدش يضحك على المصريين وياخدهم في سكة مش مظبوطة. لا دي بلادنا ودي ارضنا، واحنا ما بنطمعش في حاجة حد، وبرضو احنا مش هنخلي حد يطمع في حاجتنا، بس مش بالعافية، لا بالبنى وبالتعمير اللي هو ايه اللي هو ما ينفعش يكون ينتهي 2030. اي حاجة ممكن نقول انها تنتهي 2030 الا دي، دي لازم تكون بفضل الله سبحانه وتعالى 2022 نكون مخلصين البرنامج. بستجير بالله سبحانه وتعالى ثم بالمصريين الشرفاء، كل المصريين. الموضوع ده أمن قومي حقيقي. الموضوع ده أمن قومي حقيقي. الموضوع ده أمن قومي حقيقي. ومحتاج إن احنا نتكاتف كلنا فيه، واللي احنا بنقول ده اللي احنا بنقوله ده، عشان كده انا قلت 22 عشان ده يعني لو كان لنا فرصه هم 4 سنين كمان. هم ايه؟ 4 سنين كمان مش حاجه تانيه. في جزئين مهمين، 4 سنين كمان مفيش حل تاني، مفيش حاجه تانيه لو كان لنا فرصة، بيتكلم على الانتخابات طبعا، 4 سنين كمان، عشان أي حد بقى بيتكلم إنه ما هو هيعدل الدستور في فترته التانية، ما هو عايز يعمل كذا، ما هو عايز يقعد إلى الأبد، هو بيقول أهو 4 سنين كمان مفيش حاجة تانية، وإنه هذا أمن قومي حقيقي، وقالها 3 مرات. وفعلا الحقيقة إنه دايما كان عندنا مشكلة مع الرؤساء، هو أنتوا ليه ما بتعمروش سينا؟ هو انتوا ليه ما بتقربوش لسينا؟ وكان دايما في نظريتين، ما هو انا لو عمرت سينا وجات اتضربت وكان فيها الارهاب، طب ما انا كل التعمير ده هيروح، طيب ما انا يعني كان في دايما ديبيت وجدل داخل الدوله المصريه في ايام مبارك كلها.
ويعني لانه فتره مبارك دي الفتره اللي احنا خدنا فيها سيناء كامله. فالحقيقه ان هو فعلا لم يحدث تعمير في سيناء الا في الجنوب، يعني فقط العريش وده تعمير يعني مش كامل، ثم الجنوب ان بنتكلم في شرم الشيخ ومناطق السياحه في الجنوب والموضوع انتهى عند هذا الحد، طابة قليل وخلاص. لكن الان هذا الرئيس يقول ان هو داخل يعمر سيناء في 4 سنين، والحقيقه الخطه اللي عرضها دكتور مصطفى مدبولي خطه طموحه جدا، بتتكلم على ميناء على البحر المتوسط، بتتكلم على صناعات مهمه، بتتكلم على جامعات، بتتكلم على مدارس، بتتكلم على طرق طبعا، بتتكلم على كل حاجه، بس دي مليارات. فهو يطالب المصريين جميعا يعني القادرين والمصريين كلهم ان هم يساهموا في هذا الامر، سواء بالتبرع لصندوق تحيا مصر او غيره، واكيد هيبقى في صيغ مختلفه لدعم تنميه سيناء. لكن احنا بنتكلم في يعني 100 بنتكلم في 275 مليار جنيه تكلفه لاعاده اعمار سيناء. ولكن بصراحه هذا فعلا مشروع امن قومي، فعلا مشروع امن قومي. ليه؟ عشان ما حدش يقدر يجور على ارضك ولا يحطك ضمن اي خطه لو الارض دي متعمره بشر. يعني الارض دي لو مليانه بشر، لو انت بتزق فيها بشر بشر بشر، اولا انت هتقضي على الارهاب، لان مصلحه الناس هتبقى الحياه وليس الارهاب وليس المخدرات وليس تجاره السلاح، تبقى مصلحتهم الحياه، الصناعه، التجاره، السياحه، تبقى مصلحتهم الحياه نفسها. تاني حاجة انك هتحط بشر على الارض، خلاص الارض اللي عليها بشر محدش يقدر يقرب لها. لكن طول ما انت سايبها كده جرداء، طول ما فيها في اطماع، طول ما انت سايبها جرداء، يبقى الاطماع مش بس من ناحية اسرائيل او من نواحي اخرى، لكن اطماع اخرى من الارهاب، من توطين الارهاب فيها، من تجارة السلاح، من تجارة المخدرات، تبقى مركز لكل ده. فالحقيقه انه امن قومي حقيقي كما قال الرئيس، وده الحقيقه كان برضو كلام مهم جدا. رئيس الاركان الفريق محمد فريد قال ايضا طلب من رئيس مد الاجل، واتكلم على تفاصيل بعض تفاصيل العمليه العسكريه. لو سيادتك سمحت لي في النقطه دي يا فندم، التكليف اللي سيادتك امرت بيه ان احنا يتم تطهير سيناء خلال 3 اشهر. حقيقة يا فندم احنا بنجهز للعملية بمجرد صدور تكليف سيادتك لينا، ولكن يا فندم في التنفيذ، وده كان من ضمن التقديرات اللي احنا مقدرينها، احنا بننفذ العملية على الارض ضد عناصر نفذت العديد من التجهيزات الهندسية تحت الارض وليها بعض المخازن اللي بتحتوي على الكثير من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، وايضا في الفترة الحالية اللي بتواجه فيها القوات العناصر الارهابية في مناطق سكنية، وبالتالي بيصعب تفتيش المناطق دي، وفي نفس الوقت عايزين نحافظ على اهلنا في سيناء. ومن هنا يا فندم انا بستأذن سيادتك انك تسمح لنا ان العملية هتمتد لاكتر من كده علشان نطمئن ونبلغ سيادتك ان سيناء ان شاء الله طهرت، ونكون جاهزين لتحقيق التنمية اللي سيادتك بترجوها للبلاد. رئيس الأركان واضح بيقول له يا ريس التخطيط للعملية خد وقت، احنا بنواجه ناس اشتغلت تحت الأرض ببنية هندسية، فاحنا محتاجين نشتغل، عشان كده احنا بنقول احنا بنمشط بيت بيت، بنجرف المنطقة العازلة، على فكرة مش سر، بنجرف المنطقة العازلة وبنشوف ايه اللي معمول تحت الارض. على فكرة يا جماعة دي مش بس ال7 سنين اللي فاتت، لا طبعا كان في غض طرف كبير جدا عما يحدث في سيناء طول فترة مبارك، كان في غض طرف تماما انه دعهم خليهم يعيشوا، بس يعيشوا بعيد عننا. كان في يعيشوا بعيد عننا الاخوان، ويعيشوا بعيد عننا السلفيين، ويعيشوا بعيد عننا الارهابيين، ودي النتيجه. النتيجه اللي حصل ده مش 6 7 سنين، مش بس الثورات واللي حصل، لا ده قبلها بسنين طويله تكدس للارهابيين، من اول بقى العائدين من افغانستان، هم راحوا فين؟ ده راحوا هناك. رجعنا بقى من العائدين من الرقه، والعائدين من داعش، والعائدين من سوريا، كل دول عايزين يتمركزوا هنا. فهذه عمليه
طويلة الأجل، هذه عملية تكلفتها عالية، هذه عملية مهمة جدا وكلنا لازم نقف خلفها. وأي بقى إشاعات تطلع إحنا هنحاول في دايما كل خبر إن إحنا نرد عليه. طيب الحقيقة عندي خبر مهم جدا له علاقة بهنا الستات، ودي فقرة أنا مهتمية بيها بنعملها كل يوم ثلاثة. هذا الخبر الحقيقة هو لتطبيق أول تعديلات قانون المواريث اللي صدرت في ديسمبر الماضي. الخبر انه هناك سيدة استطاعت انها رفعت قضية عشان تحصل على ميراثها اللي حجبوا عنها ابناء زوجها، وده اول تطبيق لقانون تعديلات قانون الميراث الجديد. اتحكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه ضد 3 أشقاء امتنعوا عن تسليم ميراث السيدة اللي هي مرات والده. الأستاذة أمال كمال، نائب رئيس تحرير جريدة مجلة الإذاعة والتلفزيون، مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذة جميل. أولا بحييكي طبعا وبسأل حضرتك يعني شعورك وانت أول امرأة تستخدم هذا التعديل أو هذا التعديل في قوانين الميراث. الحقيقة الشعور مش ممكن وصفه طبعا، انك تدوري على حقك فترة طويلة وفجأة تلاقيه جه بمجرد زي ما يقولوا كده جرة قلم، أو إن البرلمان يعمل تعديل على حاجة بقالها يعني أكتر من 100 سنة ما حدش عارف ياخد حق ولا باطل. بقالك قد إيه بتحاولي تاخدي ميراثك يا فندم؟ لا هو ما يقرب من 2 سنين، يعني أنا ما عادش كتير، أنا بعتبر من يعني المحظوظين جدا في الحياة بإني اتطبق عليا أول واحدة القانون ده. بقالك سنتين بس، انت بقالك سنتين تقريبا ما يقرب، هو من سنتين بالضبط، بس ما يقرب من سنتين في التقاضي. هو التقاضي انا ما كنتش عارفة اعمل اي نوع من التقاضي لان كانت مقفولة قدامي السكك بالنسبة للتقاضي. تقريبا الورق اللي هو الاصلي بتاع الميراث ما كانش متوفر غير حاجات بسيطة جدا من الورق، لا تغني ولا تسني من جوع زي ما بيقولوا. اللي كان معايا مجرد صور للاوراق ودي لا يعتد بيها في المحاكم. فعملت طبعا رحت محكمه الاسره لجأت ليها، بس عملت التفافه كده عشان انا ماليش الحق برضه في محكمه الاسره ان انا اطالب بميراثي. اتضح ان الحقيقه يعني احنا مهضومين جدا 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 الستات بالنسبه او الزوجات بالتحديد. ازاي مالكيش الحق يا فندم؟ المحكمة الأسرة قالت أنا غير مختصة بإن هي ترجع لي أي حق، فكان في الحظ ساعدني في إن كان في قاصر ابن الزوج كان عنده حوالي 20 سنة، فالقاصر يعني ده بقى مخرج بالنسبة لي، يعني تقولي كده الخصوم كانوا هم المساعدين لإن أنا آخد حقي عن طريق القاصر. فأنا اتقدمت للسيد المحامي العام لنيابات الأسرة في مذكرة وطالب فيها بحقوق خصمي القاصر، يعني ضمن خصومي ضمن الثلاثة الخصوم. فالمذكرة كانت في يناير اللي فات، الحقيقة من يناير اللي فات قعدت فترة طويلة جدا بتتحقق عند مدير نيابة الأسرة في أكتوبر. أنا معرفش إيه سبب التعطيل ده، ما خدتش فيها أي لا حق ولا باطل إلا التحقيقات فقط لا غير اللي عرفت اخد، لان الجلسه اتعقدت بعد ما القاصر تم ال 21 سنه، بقى اصبح الموضوع غير ذي موضوع بالنسبه لمحكمه الاسره. فمحكمه الاسره قالت ان القضيه تحفظ. طب وانت بعد كده قدرتي ازاي ان انت تحصلي على الحكم ده؟ انا كنت منطقه الحقيقه، انا محرره برلمانيه وكتبت في موضوع القانون من سنة فاتت أو من أكتر من سنة في شهر 12، كنت منتظرة إن أنا القانون يصدر. فيدوبك يعني بمجرد إن القضية انتهت في محكمة الأسرة كان القانون خلاص، البرلمان كان صدق عليه خلاص، أو البرلمان كان خلاص كان خرجه وسيادة الرئيس مشكورة. فأنت بعد صدور القانون رفعتي قضية جديدة؟ على طول. طيب. في نفس الشهر. طيب. أنت حاولتي بالطرق الودية ومحدش رضي يديكي ميراثك؟
طبعا طبعا، ده انا لجأت، هم نفسهم اللي قالوا روحي خدي حقك بالقانون، احنا مش هنديكي حاجه، اشتغلي حاجه. طيب. يعني انا الحقيقه انا كان يعني طبعا صعب جدا ان انت تتعاملي مع اولاد زي اولادك وتقفي قدامهم في محاكم، ده طب. شيء صعب جدا مش سهل طبعا. تقولي ايه لكل ست بقى يعني في سواء في حالتك او في حاله البنات حتى اللي هم اخواتهم بياخدوا منهم ميراثهم من في دول في محافظات كثيره جدا، تقولي لها ايه؟ تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول لهم ان احنا فعلا محظوظين الى اقصى درجه، او محظوظات الى اقصى درجه. القانون دوت بمثابه طوق النجاه، يعني انا مش هقول غير ان بشكر جدا البرلمان المصري انه بالفعل كان عنده الجديه في انه اصدر التعديلات دي، وطبعا بخص بالشكر السيد رئيس الجمهوريه انه صدق بسرعه رهيبه وهو نادى بتطبيق القانون. يعني انا يعني عايزه اقول ان في حاجه حصلت لازم كلنا يعني نلتفت اليها نلتفت اليها. طب. ان في حاجه بالفعل نعم. حصلت، الناس لازم تلتفت اليها. وتقريبا دوت الحكم صدر. المهم بقى بعد الحكم ده انك تاخدي حقك، يعني بعد كل ده ما في حكم، خلاص حكم قضائي، يعني انا يعني حكم القضائي اظن ما فيش بعد القضاء حاجه يعني ان شاء الله. بشكرك استاذه امال كمال، نائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون، والحقيقه بحييكي وبقول لك مبروك هذه التعديلات، واكيد كل الناس اللي دفعت عن هذا القانون داخل مجلس النواب سعداء جدا دلوقتي، المجلس القومي للمراه اكيد سعداء جدا دلوقتي هم بيسمعوها. يعني لكل امراه تعاني من موضوع اخذ ميراثها سواء من اهلها سواء من اهل جوزها سواء من اي حد، القانون في صفك الان، القانون في صفك ويجرم الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث او حجب سند الميراث، والموضوع بقى حبس ومدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل ما بين 20,000 و100,000 جنيه. سريعا الحكومة، اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس تبع لمجلس الوزراء وافقت على تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي في عدد من المحافظات. لسه الملف هيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإقراره، لكن طبعا ده خطوة مهمة جدا في كنائس كتيرة ما كانش تم تقنين أوضاعها، والحقيقة أن البرلمان كان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس في سبتمبر 2016. أعتقد دي الدفعة الأولى من الكنائس التي سيتم تقنين أوضاعها، وبكده تبقى اوراقها سليمه وكل حاجه تبقى سليمه ما بقاش عليها خلافات، واكيد في دفعات اخرى قادمه. خلونا نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل الاوقاف المصريه، حصر الاملاك والممتلكات وكيف يمكن ان تخدم المجتمع المصري.